اللي بدأ به السريع المباراة. الشوط الثاني أوركوما، أوركوما النيجيري في الوسط يحافظ على كرة بشكل ممتاز. أوركوما خلفية أوروبية وفي الملاعب الأفريقية كذلك بالتأكيد يتيح الفرصة لاستمرارية تواجده. ولاعبي المغرب منذ الموسم الماضي يقدمون عطاءات أكثر من جدا في بطولة الدوري منذ البداية. وسط الكرة مويزيس أوركوما، أوركوما يحاول تمرير واستخلاص الكرة. يبدأ التونسي صراع مع نبيل الزهر نجم المباراة. مويزيس أوركوما يخرج من لاعبين ثلاثة. العربي عرقل السد بدل في مرمى الدحيل سجل أيوب عز لاعب النادي العربي. هو كان صاحب آخر الأهداف واللاعب الذي يستعد للمشاركة اللي هو محمد مونتاري، واحد من هدافي لقاءات الفريقين في الخمس مواجهات الأخيرة. كمان وكمان وبحر الشوق العبي لنوصل لشط أمان لنعود لسنوات السبعينات والستينات. كانوا متواجدين عديد الفترات، كان بدينا له مدير الفريق الحالي. كيكي أين أنت كيكي؟ غير ضاغط في هذه المباراة وخاصة في المركز الثاني في دوري أبطال آسيا. مجموعة تضم اتحاد جدة مشوار، الآن ابتدأ مشواره، لكن صراحة هشام ممدوح حارس متألق وبابا مالك عنده الخبرة الكبيرة وأيضا هو متألق مع نادي نابولي. عن إيفواري هذا المهاجم الذي لحد الآن توسيعة تامي تراوري. هجوم الريان أمام دفاع نادي مصر بعد المحاولات عن طريق الكرة الثابتة للعب لورانس، لورانس لإبراهيم أحمد، لمسة موسيس أوركوما في وسط الميدان عنده المساحة بكرة للإيراني، بكرة محاولة مغلقة تماما كل المناطق الدفاعية لنادي الريان. كرة القدم وجمالية كرة القدم يعني المنظر المدرج يكون الاسم مفتاح. وحاول على طريق عثمان اليهري يدخل يتوغل الى منطقة الجزاء، لكن ايضا المدرج المواجهة بسلام التعامل مع دقائق المباراة كيف ممكن ان تدخل شوط المباراة الثاني. ابراهيم او ناصر ابراهيم التصويب في اللعبه الماضيه خمس بلد وديبولي يصوب ولكن تصدي ياسين ابراهيم يصوب ولكن موزيس في الوقت المناسب يحط رجله. برافو برافو النيجيري موزيس، برافو الروح العاليه، برافو الاصرار، برافو الرغبه، برافو لعيبه الريان اللي ضغطوا بسبع ثمان لاعبين وبرافو لعيبه. وعد للامام ناحيه بغداد، بغداد يحاول المرور لكن لا يستطيع. تعود هناك في فريق السودان دقيقة 70، لكن هذا الأمر لا يحدث أمام خطوط برزان حتى اللحظة. غريب بالنسبة لدفاعات نادي مصلاب، هذه الكرة الآن تعود لمحرم مصلاب من التعادل من مرور كان غاية في الجمال والروعة بالنسبة. خطا لمصلحة الأزهر ابن المغرب حاضر في مقدمة الصفوف بالنسبة للأهلي. الأهلي في صدارة الدوري وفي مقدمة الدوري، يواصل الأهلي يبحث عن العودة ليقدم مستوى رائع. ثلاث دقائق ترفع. نلعب الآن في الدقيقة الثالثة من وقت بدل ضاع. أنس كان شهاب ممدوح انطلاقة سريعة من رشيد عود في المركز التاسع خلف نادي قطر. الناحية اليسرى لمصلحة نادي الخراطيات، عودة من جديد على طريق كايكي. بطاقة صفراء في تشكيلة نادي مصال. موزيس يحاول، موزيس خلص، موزيس بكل تأكيد على المباريات الماضية ويقدم أداء مميزا مع نادي مصلاح، وكان سببا لحصول مصلاح على نقاط ويسجل هدف التعادل في شوط المباراة الثانية. مباراة انتهت 1-1 في آخر مواجهة جمعت ما لعبة فرصة لكن تخلصت اللعبة الماضية. تعود عن طريق أنس مبارك عادت لكنهم أسماء موجودة في دكة البدلاء. هيدوك دكة، نعم موقف أعلام دكة، نعم عبد الكريم. هذا السؤال إذا كان أو هل كان في وسط ملعب المباراة ودائما يعني
لما اقول لك انا طارق سلمان ويوم فهم في وسط الملعب محاوله تماكن دخول في ارضيه الملعب تسقي ايمن ثنتين الان وهنا ياتي مرور لكن برافو العسكر لانه يعني لو كان عنده ساتي كازولا خطيره ناديه ماذا شمال اسمان سنراهما الان في صفوف نادي السد واضطر انا اعتقد نعم جابي اضطر ان يدخل بوعلام ليش ما زالت الكره ما زالت للثانيه والدفاع في الدهان للثانيه داخل المنطقه اوه 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 عدت كرابي لليمين مبارك في التمرير ابعاد الكره تعود من جديد والتدخل والكره الى خارج ارضيه الملعب في وسط الملعب ما زال بعيد مصلال عن اجواء قد يسدد من هذا المكان كريم لكن التسديده تصطدم في اركور ويبحث عن راس المعز الكره ترسل لكنها تبعد من بابا مالك كايكي وحيدا في خط عند ايمن عبد النور تعود للخلف اركوما يعود لايمن اليمين لصالح اتحيل انطلاق الان وكره عرضيه لكن الكره فيها ابي عبد الله بن خليفه هنا بنادي الاتحاد ظهر فئات جاءت من اجل مؤازره الفريق من اجل نقاء الامل من اجل الابقاء على المنافسه حتى اللحظات الاخيره الموسم الماضي غرافه فاز ذهابا وايابا موسم قبل الماضي 2000 او موسم 2006 2007 يومها فاز مصلال بهدفي علاء حبيل وانس مبار انس أنه صار يبادل الغرافة صار يبادل الغرافة المستوى أول ركنية لمصلحة صقور برزان لكن تحولت في الجانب المقابل مبالغ ننتظر الإعادة ممكن أكون مخطئ لاعب قرباوي آخر في أرضية الملعب لاعبين الاثنين الآن في الملعب في الجهة اليسرى عندما يبدع همام عندما يتألق نتحدث عن ذلك بكل شفافية ومصلال قبل النهاية انتهى الوقت الأصلي نلعب في لحظات الوقت المدرب عزيز بن عسكر وأنا شخصيا ما ألوم عزيز على التصرف الكلام عن المدرب والرجل الحاضر في أحداث هذا المساء المدرب يونس علي اللي لعب مع بيبي غارديولا في اللقطة الماضية عادت من جديد أيمن عبد النور اللي صاحب في الخط الأمام المهدي احمد فاضل لكن موسيس قوة النيجيري في ارضية الملعب وفي وسط الملعب ومحاولة خطيرة لمصلحة نادي مصلال والله ثاني على طول فاول على نايف لصالح نايف لعبة شرسة طبعا غازي وكان في النجم الساحلي او داخل اوه يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل انت ممكن تجيب له رباط صليبي يا ولدي يا حبيبي ركبه الشمال وبعدين اصلا ده لسه ولد صغير لفرانكوم على خط السنتر بالظبط اول كره عميقه هذه المره راحت ضاعت وبسهوله يستخلصها لاعبي فريق مصلال هل يتخلى عن استراتيجيه التراجع ام يتقدم للامام ادي على طول ادي اداء كويس ادي فرانكوم خلصها بشكل كويس للمستلم تحت ضغط على طول اوركوما موزيس يغير اتجاه اللعب متمرد اللي عليها عبد العزيز حاتم ادي عبد العزيز حاتم وياسين ابراهيمي حسب الحاله بتاعتهم ولم تقت جزاء الريان لفتره ليست قصيره لمسه نايف استلم مش مظبوط يا نايف تاني على طول موزيس خلصها بشكل صعب شويه ترجع تاني الى موزيس يعملها بفخده برجله صعبه بولي سمرب على طول الى نواف لكن استخلاص على طول من المدافع الارجنتيني لاعب خط الوسط موزيس حافظ على كورته كويس موزيس مع غياب ان راحت لازم اختيار اللاعب المناسب للامكانيات والمهاره اللي تتناسب الجمعه راحت نايف الحضرمي خدها من بين رجليه كده سهله صغيره فيها قله خبره شويه موزيس هاجم الزعيم السداوي سبعه اهداف محمد علي جوناثان كوجيا لاعب الغرافه نبيل الزهار بسبعة أهداف للأمانة المميز
احمد السباعي لاعب شاب وما زال يحتاج الى الخبرات، وصعب ان يموت هو. يسقط للخلف تياغو او حمودان، لكن برضو اللاعب الجناح الايمن، لكن يعود ليؤدي ادوار الدفاع. كلود امين، كلود مباشره ابعاد وتشتيت، لا يبدا في البناء من الخلطه، ياتي وركله حره ثابته، ركله حره ثابته لام صلال. حاضر ومميز في الشوط الثاني السريع للامان، كره هجوميه في كل لقطه لمصلحه السريع. يبعد مستويات ومردود رائع في اخر ثلاث مباريات بالنسبه للصفوف. اوركوما، لكن المباراه لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. اوركوما بنفسه حتى نشاهد الديربي قبل المعاد، قبل نهائي كاس سمو امير البلاد عمر لصالح مويزيس اوركوما، وبالتالي يطالب سلمان فلاحي لاعب الفريقين ارسال هدفين فقط في خمس مباريات مع ذلك للاهلي في شباك ام صلال. حاضر الليله ساكو وفابيو ودافي خوسيه سيلفا سجلوا ثلاث اهداف في شباك الاهلي. عوده مره اخرى عن طريق من يتواجد، اسماعيل ابراهيم تدخل حاضر وسط الملعب، هذه الخرافيات دوشات في ارضيه الملعب، العوده للخط الخلفي، خرافيات في ارضيه الملعب، وحاول من جديد الحاج الحاج لكن موسم لعبه عن طريق محمد عثمان صاحب ال 28 عام، لكن من سام موسس صراحه ما يقدم من جديد عناد عناد الابسماني فان لكن القوه اللي يجي صراحه مان اوف ذا ماتش صراحة اللي جيري موزيس اللي يلعب مباراة كبيرة، الجندي المجهول اللي يتحرك مع الثانية العربي انتصر على الخريتيات بهدفين مقابل واحد انفرد إلى موفق عوض في وسط الميدان يوهان بولي عريفواري، عودة بكرة مقطوعة لأم صلال، انطلاقة كام لمسة ممتازة يوهان بولي، ملعوبة الكرة الأخيرة طويلة إلى أقصى اليسار يوفق عوض مع إبراهيم أحمد، تدخل قوي كرة تعود من موزيس أوركوما إلى الرابح بوسيفي، هجوم نادي أم صلال، كرة ملعوبة عبد العزيز، انطلاقة سريعة محمد عبد العالى يلعب الكرة لموفق عوض، أفضلية في هذا الشوط الأول لنادي الريان. إبراهيم يبحث إبراهيم عن الحلول، ما لقاش إلا حل، موزيس أوركوما يعكس الهجمة لنادي أم صلال، موزيس أوركوما كرة ملعوبة تمر بالاتجاه، محاولة للسقوط تبعد من كابرييل ميركادو، موفق عوض، انطلاقة لمحمد الجمعة، يوهان بولي هدف للمعنويات، هدف أحمد السيد إلى يوهان بولي، يدخل موسيس أوركوما من إبراهيم عبد الحليم، محاولة لإبراهيم وسامي حبيب مرة أخرى، موسيس أوركوما فوق عود إلى يوهان بولي، يوهان عودة بكرة لعبد الرحمن زكي، موسيس أساسيا في هذا اللقاء لمهيزة أوكتر مورينو أمامه في الجهة اليمنى، يوسف مفتاح بهدف نظيف على حساب نادي الخوف يقتني أو براسية يوهان بولي، بينما العرب 2021 كرة بمحاولة مرور لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد متتالية في ثلاث مواسم متتالية، تعادل في مرة وخسر في خمس مباريات في مباريات الموسم الماضي، والثاني من شوطها الأول متعادل طرفين بهدف لهدف، بعدما تقدم الغرافة من علامة الجزاء نجح كايكي في الوصول إلى التعادل. أندرسن كثيرا من ملامح بطولة الدوري، وحتى ممكن أن تزيد وكرة بعد ذلك أدور مع نادي الجيش و أيضا أبناء الوكرة، خالد بدايته مع الوكرة بعدين التحيل، بعد التحيل منطقة الجزاء كايكي في شباك الحارس يوسف احمد ليعطي التعادل سريع، كرة محاولة الان لنادي الغرافة تقدم ياتي، لكن ايضا دخول بشكل عكس ما كانت عليه
الامور في الشوط الاول. هنا تدخل اخر. عموما قادم من نادي ام الصالم عبد النور اللي اليوم تواجد. عبد النور بالحسين اللاعب الجزائري بالعشرة، ابراهيم الصادق يلعب بال16، رابح يحيى بال17، ايمن عبد النور اللاعب من زعيم السداوي من اجل تعزيز الصدارة في بطولة الدوري يلعب في هذا المساء ويامل الانتصار. يونس عليم الفريق اللي يعتبر سجل 3 اهداف. نعم واستقبل الشباك تدخليج 22 للعنابي، لكن ثلاثية قوية كانت في مرمى اليابان أعطت اللقب لا شيء. يبحث اليوم نادي قطر بالانتصار وتكرار سيناريو العام الماضي الإيراني من عام 2017. الكلام عن 18 مباراة دولية لروزفي محمد الحاضر في الخط الخلفي. الكرة تعود من جديد بالرقم 5، رقم 5 كان لرمية جانبية تتحول لرمية جانبية لمصلحة نادي أم الصالم. كرة تعود من جديد عن طريق موزيس حتي نادي قطر عن طريق يوسف أيمن، واحد من المدافعين الرائعين صراحة شاهدته في فترة مع أنا عوض ومعتز ماجد محمد منصور ويوسف حضورهم لبطولة كوبا أمريكا. نتكلم أكثر عن عبد الرحمن الجاسم الدولي المعتزل. محمد ضرمان يقول الجاسم من جديد. محمد ضرمان بالمناسبة قاد مباراة جمعت ما بين الفيصل لعبة للناحية اليسرى، عادت مرة أخرى وسط الملعب لمصلحة أم الصال عن طريق موسس. لمسة إلى متابع على يسار الشاشة بالألوان الصفراء الكاملة، قيادة تحكيمية عبد الرحمن الجاسم حكم ساحب الحكم الدولي من عام 2008 أيكه. وطائر الشوق يغني أملي. نعم طائر الشوق، طائر صقور برزان في هذا المساء يبحث عن أمل سوريا بعشر أهداف. ما بين هداف نادي أم الصال في مواجهة نادي قطر هو الاستخلاص. راحت ترجع في نص الملعب بشكل بسيط وسهل. النهاردة مش موجود أنس مبارك بابا مالك حارس المرمى، وبابا مالك وصل إلى 37 سنة عمر بابا مالك. أنا كان واحد من أفضل حراس آسيا مع مصلال لما وصلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في ذلك الوقت. أحمد عبد المقصود كل الحرازة في العمق أحياناً بيبقى مفيد. عبد العزيز حاتم موقع تحت رأسه. نص ملعب أوركوبا إسماعيل عبد النور أوركوبا حشمي لأمام منطقة الجزاء الحقيقة اللي فيها زحمة عشان كده خدوها وخلصوها. نص ملعب موزس لاعب الأندية كبيرة ضربة الرأس على طول أدي فولي، ولكن يا ولد في الوقت المناسب على طول إنقاذ من دفاع أم صلال. تعود من جديد إلى كايكي ياسين باص عميق برافو موزس قطع بشكل جميل الثلاث نقاط وكذلك أم صلال 62% مقابل 38% سيطرة لصالح الريان والسد 25 نقطة في الصدارة. ثاني على طول موزيتا فرانكوم. هل تعادل ثالث على التوالي؟ الريان يحتاج النقاط الثلاثة. كل هذه الأسماء حاضرة وموجودة في المقابل. أم صلال يا من تتيحان بهدفين لكل منهما. آخر لقاء نعم استطاع أم صلال أن يأخذ نقطة من نادي. لا 7-8 دقائق أشوف أنه الكرة أكثر عند أم صلال يا جماعة. أشوف أنه في انتشار جيد، في حرص موجود. معي الكرة في الجهة اليمنى لمصلحة أم صلال. هذا أوركوما ملعوبة خدوهات على الجهة اليمنى، لكن أتحدث هنا عن لورنس. وصلت بعد ذلك في وسط الملعب موزاس. أوركوما في وسط الملعب في كثافة عددية حاضرة موجودة الكل في أخرى لمصلحة أم صلال. عادت أوركوما في الجهة اليمنى يلعب الكرة الأمامية. وصلت لدينا محاولة مرور تغيير أمام السد في هذه المباراة. هذا ججمي يخلص الكرة من أمام بغداد تلعب الكرة في الجهة اليمنى. محاولة مرور يأتي من أكرم إلى كليبي تدخل الموجود العودة في الكرة التي تصل إلى يزيدي. تدخل يأتي من الملعب عند الكرة في وسط الملعب يدخلها إلى أوركوما. ججمي تلعب في لمصلحة أم صلال. كان بالسلامة سانتي كازولا. هنا لدينا تريزور يعيد في الجهة اليمنى. وصلت إلى أوركوما في الجهة
جاءت اليمنى عادل علوي من الخلف. صعب صعب انه يطلع كل الفريق وهذه التحول في مثل هذه الحالات. 78 هدف في مرمى ابو صلال تاريخيا على مستوى ونتحدث عن ذلك الظهور الرائع والظهور المميز وال تعود جشمي لاعب ايراني طبعا نادي ابو صلال الرتبه. كرة تعود بلمسة أمامية حاضرة في الوسط أوركوما إلى عمر يحيى وسط الميدان مجددا. اللمسة تأتي إلى أوركوما لمصلحة أم صلال. أوركوما يؤجل يعيد الخلفية إلى الروزبا مجددا بانطلاقة في المساحة الآن لأوركوما. أوركوما يملك كرة بشكل ممتاز يعيد الخلفية تعود بلمسة مجددا. أوركوما 31 عام خبرات كبيرة جدا لهذا اللاعب وموسم الثاني طبعا مع نادي كييف الرئيس. لكن أيمن عبد النور في الإبعاد لورانس بالكعب أوركوما مبرد بجوار القائم عدد لأسيرية كرة خطيرة أخرى تعود بلمسة. سلامات لأحمد السباعي خارج الميدان طبعا لتلقي العلاج اللازم. لورانس هنا يملك الكرة الآن لأم صلال إلى كاكي إلى كان الأسبوع القادم في الجولة القادمة التي تنطلق بحول الله وعونه في 23. إسماعيل إبراهيم من جبهة اليمنى. إسماعيل ينقل الكرة في الوسط لكن إجمالا للأمانة إحنا نستمتع بمباراة سلمان فلاح إلى قرار تعود إلى أوركوما. لمسة الطرف الايسر انطلاقه حاضره هنا الرابع. سجل 8 اهداف في شباك فريق النادي الاهلي في مواجهات الماضيه بين الفريقين. اميد قيمه كبيره اتت للعميد الاهلاوي مختلف كثيرا الاهلي معه يخطف الكره عادت الى بوصافي الى مويز سوركوما عندما يذهب الحسيني شانيلوري حاضر في التغطيه تمريرات مويز سوركوما تريسر بديل الشوط الثاني تريسر صاحب التجارب العديدة مع فيتنام فترة طويلة محمد من جديد مرة أخرى عبد النور في منتصف الملعب 21 لاعب في منطقة فقط بابا مالك هو الموجود في منطقته حاليا فترة الربع الأول من الدوري على تقديم عروض مختلفة. أيمن عبد النور بالضغط وبالتالي تذهب الكرة من مصلال مويز سوركوما عادل جاسم أكثر من هدفين. نصل الآن للدقيقة الأخيرة من 20 عبد الرحمن محمد بال 27 دانييل كومو بال 31 بزمان منتظري بالثلاثة الدوليين القطريين نعم حاضرين أيضا في دوري أبطال آسيا لشرق القارة وكانوا حاضرين في 20 عام من نادي الخرطيات متواجد في دكة البدلاء بالإضافة إلى محمد عثمان أيضا عمر يحيى تعود استقبال حاضر عن طريق عادل علوي هو إسماعيل محمود في اللقطة الماضية تعود الخط الخلفي ناحية اليمنى عن طريق إبراهيم إبراهيم أنس مبارك إلى رابح يحيى إسماعيل يبحث عن المرور من ناحية اليسرى عودة من جديد عن طريق يتواجد موسس عادت مرة أخرى إلى سلبية في أرضية الملعب عمر يحيى عمل كرة باتجاه موسس باتجاه محمد هذا هو سياف محسن روزبي محمد تمريرة باتجاه موسس عبلة كرة باتجاه عمر يحيى مية لنادي أم صلال يعني الأفضلية الحفاظ على الكرة هي لنادي الخرطيات لكن التهديد في أرضية الملعب الخطورة الكبيرة حتى الآن لا تذكر في أرضية الملعب نبحث عن الخطورة اللي واحد من الأسماء اللي اعتمد عليه سيد يوسف آدم شيد اللي لعب لي لنادي باير ليفركوزن في موناكو تواجد مع نادي خفافيش إسبانيا نادي فالنسيا صحبنا عن أيمن عبد النور الحاضر في الخط الخلفي واحد من اللاعبين اللي يعتبروا
الثامنة جولة التحدي. الجولة الثانية هي جولة الخروج من النفق المظلم وجولة الرابح الأكبر. حتى الآن ما بين أم صلال والخريطيات لا يوجد رابح أكبر. مال على نفسي أداء الشوط الأول ربما قد يكون حال التعادل هو لكل الفريقين، لأن النقاط ممدوح في اللقطة الماضية بلجل الحفاظ على مرمام، لجل الحفاظ على شباكة، عدم الاهتزاز والوصول للهدف الأول. تبديلات اللي حضرت على مستوى دور اللعب في أرضية الملعب، يعني نشوف نادي أم صلال على عكس الشوط الأول. لكن كيف ستظهر الآن إمام الساعة؟ إيفاري يطالب بالخطأ في اللقطة الماضية. أرضية الملعب يا يوسف آدم تعود من جديد عن طريق مؤسس اللي يلعب مباراة كبيرة. والأخير مباراة هامة جدا للريان وأم صلال للتأهل لدور الثمانية. الرهيب يحتاج لنقطة والسقور 0 وفارق الأهداف في الأهداف المدفوعة والمقبولة الأسبقية تعود للعربي إيجابي 8 حاليا مع إيجابي 6 بالنسبة للغرافة. لهذا الغرافة نتيجة التعادل للمنتدب الجديد من الملك القطراوي كايكي، بالإضافة لوجود إسماعيل محمود و بابا مالك. ارسي لانس الفرنسي قادم من الدوري البلجيكي مع نادي سانتخان. 128 مباراة 43 هدف، لكن يوهان بولي لحد الآن مع نادي ريان. نعم هو يسجل في بعض المباريات، يسجل حضوره 2009 مشاركة رائعة، خسارة في نصف النهائي أمام البطل بوهانغ الكوبي. إبراهيم الصادق كرة لموسيس أوركوما. عبد الرحمن الحرازي مكان عبد العزيز هزاع موفق. معوض عبد النور بن حسيني في آخر لحظة في التشكيلة الأساسية. موسيس أوركوما طويلة في الاتجاه. فهد علوي علي محمد علي. المشاهد ردة فعل من جانب السقور الخلفية لنادي أم صلال مع موسيس أوركوما. أوركوما الخطوط بعيدة في السقور، صعوبات في بناء وتطلع الريان. كورانية الروزبي موسيس أوركوما. أوركوما يضغط علي فرانك كام. مدافع الإيراني لعمر يحيى. عمر إلى موسيس أوركوما. أوركوما إلى أقصى اليسار، كرة مع إبراهيم أحمد. إبراهيم موسيس تعود الكرة للنيجيري. لمسة لليمين الروز بوسيفي. رابح عمر يحيى. رابح بوسيفي. كرة موسيس أوركوما. أوركوما مع لورانس. أوركوما يتقدم نادي أم صلال في الدقائق واللحظات. يحاد العلوي. عمر يحيى رباح مع موسيس أوركوما. خروج بالكرة لأم صلال مع علي محمد. تستحق للتعليق بالنسبة إلى الخلف الإيراني. الروزبي موسيس أوركوما. أوركوما كرة إلى الأمام. ملعوبة محتمة. تراوري يرسل كرة إلى علي فريدون. روزبي أسبق موسيس أوركوما. كرة من جانب إبراهيم أحمد. إبراهيم كرة إلى موسيس أوركوما. يمرر إلى عادل عروي. عادل يبدأ في 4 دقائق لنادي أم صلال للعودة في المباراة. نادي أم صلال حتى التعادل لا يكفي. مد ججمي الرزبي إلى موسيس أوركوما. عمر يحيى. لأن إن لم تكن كذلك بلا شك بأن يتقدموا أولا في نتيجة المباراة. كرة في وسط الملعب. أوركوما اللاعب النيجيري في أول موسم له طويلة لم يكسر فيها، وبالتالي يعني يريد أن يتكرر ذلك الأمر بكل المباراة الأول. يعني دربنا من نص ساعة الأولى. كرة لي وسط الملعب أوركوما اللي بدأت له وهي هواية التسجيل. أكبر إدميلسون يحاول يرسل كرة لكن الكرة تبعد من أمام إدميلسون. كايكي ظهر في لقطة واحدة فقط في المباراة الثانية. مطالب بتغيير الصورة بشكل كامل في سيكون كبير فيما بينهما. الكرة وصلت عند اللاعب أوركوما اللي بدوره ينقل مصطال. يجبر تحيل على أن يتراجع مدافعا عن مرماه في هذه اللحظات عند دقيقة 6 أن يتعادل أو يخسر في هذه المباراة. عطفا على ما شاهدناه وعطفا على
يعني القدرات على مستوى الناحية الهجومية التي يمتلكها نادي التحيل القادر على أن يضيف هدف ثاني. عودة يعودون دائما وأبدا في وقت لا عودة يعدلون، هل يفعلون ذلك في الوقت المناسب؟ لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، تعود عن طريق اللاعب عمر يحيى، عاود ذلك الدومري، لكن في المكان الذي يقف فيه حارس المرمى، والتصديات من بابا مالك والإبعاد والإنقاذ. من روس بيتشيس إعادة المحاولة من جديد، لكن أيضا التغطية والكلام عن جمال الدين موسوفيتش عزيز المتابع، بطل الدوري مع العربي في 96 وكأس ولي العهد في 97، قاتل عنابي من 2004 ل 2006، حقق أسياد آسيا في 2006. نعم القال البحث والدوران عن طريق من يتواجد رابح، رابح يلعب لكرة باتجاه موسيس، المحاولة خطيرة، خطيان سوريا الحاضر حتى هذه اللحظة مع النادي العربي، اسماء كبيرة، اسماء كبيرة كانت حاضرة مع نادي مصدال وكانت حاضرة مع نادي قطر، لكن هنا الخطورة تكون حاضرة عن طريق كايكي، هذه خطيرة، كايكي كايكي أمام الخطة، كان في صدر عبد الرحمن الجاسم، لكن شوف اللعبة اللي حضرت في المرة الأولى من النيجيري موسيس باتجاه كايكي، مرور من كايكي اللي كان يبحث عنه، وبعد ذلك ثبات على الناحية اليمنى والبقاء على من يتواجد اللاعب عمر يحيى، لكن اليوم نشوف ونشاهد ابراهيم الصادق حاضر كظهير ايسر، واللعبة حاضرة عن طريق رابح، عن طريق رابح، عرضية من رابح لمصلحة ام صلاح، الكرة وصلت عن طريق اوركوما القادم من نادي الاتحاد بالعباس الجزائري الى ام صلاح، حقق طبعا معاهم هناك الاتحاد بالعباس، حقق كاس الجزائر وكأس الكوبر الجزائري في الموسم الاسبورت. لمسة الى كايكي، كايكي بدا ينزل كثيرا، كايكي يلعب في ملعب فريقه وينزل الى وسط الميدان، تعود الكرة بلمسة في الطرف الايمن، حاضرة هنا لأم صلاح ياسر في كل الحالات رغم وجود روز بششمي وايمن عبد النور باصابتين بالازهر في شوط المباراة الاول، يجعل من النتيجة هدفين فريقين، يعني نأمل الانتصار لواحد من الفريقين في أرضية الملعب، لكن كيفية الانتصار قبل ذلك في أبريل من عام 2017 كان آخر انتصار لديوم الصال ببابا مالك في حراسة المرمى، أيمن عبد النور، روزبا جسمه بين الفريقين، واللي كانت نهائي كأس سمو الأمير في عام 2010، المباراة التي انتهت بفوز نادي أم صلاح بركلات الترجي. الأهلي عنده مباراة مع الخرطيات، الخرطيات في المركز الأخير، فرصة قد تكون للريان للثلاث نقاط، هي الأخيرة، هي الأخيرة، ولكن موزيس مع قال أنا أواجه أفضل فريق ليس في قطر، قال بل أنا أواجه أفضل فريق، هذا أمر مهم بالنسبة لنادي السدوة إلى نقطة الصفر، وعاد أم صلاح لعملية التعادل، الفريق الذي كان حاضر موجود ويبقي النتيجة على 2-1، يبقي النتيجة على 2-1 بسرعاته بسرعاته إلى عبد القادر إلياس، خطيرة سيلوية، هذه النقلة العرضية من إلياس، لا 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 في شكل ثاني، في شكل ثاني للسيرية لم نشاهده في 45، كرة بلمسة الكلوب لكوت أمين يلعب الكرة أمامية، حتى الآن وهو مع نادي السيرية استقرار تام، فيرجسون السيرية سامي طرابلس، هاني في الطرف الأيسر، المنهالي ينقل الكرة في الوسط، خاطئة خاطئة واحد، هذا كان تصريح لبوشة من المؤتمر الصحفي، وتحدث عزيز بن عسكر عن شيء مهم للأمام، يعيدها موزيس أوروكو، مرت عمر يحيى واسماعيل ابراهيم، اذا بابا مالك في حراسة المرمى، روزبي جشمي في ان يسجلها في الثلاث مباريات الاخيرة، وبالتالي عند احمد ياسر مجددا اللي بدوره ينقل كرة طويلة، لكن الكرة المرتدة هذه اللحظات امتصاص الحماس الذي لا يمكن ان يتوقف، حجم من الناحية اليمنى لعب له كرة عالية في الخط الأمامي، خرطيات أيضا هذه المواجهة، يعني تتحدث عن آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين، هي كانت في بطولة كأس أوريج، كان انتصار لنادي 10
الصعود من الثاني عشر وصولا للمركز التاسع